طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حوار المساء، والتي نركز فيها على محورين. الأول التحالفات الانتخابية برعاية إيرانية، وفي المحور الثاني نناقش أسباب فرض سلطة الطيران الدولي غرامة مالية على إدارة مطار بغداد. فاصل ونعود إليكم. كشفت صحف عربية عديدة منها صحيفة العرب اللندنية في تقرير لها عن وجود ما وصفته بالتوليفة الإيرانية تجمع رئيس الوزراء حيدر العبادي بزعيم ميليشيا بدر هادي العامري، وتدفع بنور المالكي إلى الهامش في قضية التحالفات الانتخابية. وتضيف الصحيفة أن المساعي الإيرانية تهدف لخوض العبادي مع قادة ميليشيا الحشد الانتخابات جنبا إلى جنب في قائمة النصر أو تأسيس تكتل نيابي بعد الانتخابات، فيما إذا تعذر التحالف قبله لعوائق قانونية. نتابع هذا التقرير. بدأت ملامح المعركة الانتخابية بين شركاء العملية السياسية في العراق تتوضح أكثر فأكثر، وتنحصر في سيناريوهات محدودة تحاول إيران هندستها بما يضمن بقاء نفوذها في البلاد إن لم نقل توسعه. صحف عربية عدة حاولت توضيح تلك السيناريوهات، منها صحيفة العرب التي قالت في تقرير لها مؤخرا إن طهران وراء التفاهمات الجاري عقدها بين رئيس الوزراء حيدر العبادي وقادة ميليشيا الحشد من أجل خوض الانتخابات المقبلة جنبا إلى جنب. فالصحيفة تؤكد أن الحسابات الإيرانية ترى في العبادي ورقة رابحة، وفي نور المالكي ورقة محترقة، وفي هادي العامري ضمانة لنفوذها. التغيير المفاجئ في تكتيك العبادي من استخدامه ورقة ميليشيا الحشد كورقة انتخابية بصفته القادرة على تحجيمها إلى التحالف مع كبار قادتها وعلى رأسهم زعيم ميليشيا بدر هادي العامري طرح تساؤلات عديدة وضعت بين يدي المطلعين على كواليس السياسة العراقية للإجابة عليها. فوراً أشار المطلعون ببنانهم إلى إيران التي أيقنت وجود شعبية للعبادي واتساع فرصته في ولاية ثانية على رأس الحكومة، وكذلك محاولة التحالف معه لضمان عدم استقلاليته بالقرار، ولا سيما بعد أن أبدى انفتاحا على بعض دول الإقليم على حساب النفوذ الإيراني. وهنا كان الخاسر الأكبر من التوليفة الإيرانية نور المالكي لوجود صعوبات عدة أمام إعادة تسويقه. بعض التفاصيل أو الكواليس تشير إلى أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني متواجد منذ بداية الأسبوع الحالي في بغداد، وعقد اجتماعات مكثفة مع العديد من الشخصيات من بينهم كبار قادة ميليشيا الحشد، اجتماعات أفضت إلى مفاوضات بين تلك القيادات وبين العبادي يومي الأربعاء والخميس الماضيين من أجل خوض الانتخابات بلائحة واحدة. وفيما إذا ما تعثر ذلك لدواع قانونية فستتحول إلى تكتل برلماني بعد الانتخابات. والدواعي القانونية المقصود بها هنا هو وجود عائق أمام العبادي يحول دون خوضه الانتخابات بعيدا عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، أي بلغة أخرى فإن رئيس الوزراء الحالي هو جزء من ائتلاف دولة القانون في مفوضية الانتخابات، ولا يسمح القانون الحالي للحزب الواحد أن يشارك في تحالفين انتخابيين، وما لم يستقل العبادي من حزب الدعوة فهو ملزم بقبول رقم 2 في قائمة يتزعمها المالكي أو إقناع الحزب تنصيبه أمينا عاما له. وأمام كل هذا فإن الثابت الوحيد هو التقارب بين العبادي وميليشيا الحشد على حساب ما كان يحكى عن قائمة عابرة للطوائف والعرقيات في سبيل البقاء في سدة الحكم. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا الأستاذ صباح الخزاعي الأكاديمي والسياسي العراقي من لندن، والأستاذ أمير المفرجي السياسي العراقي من باريس، فمرحبا بكما معنا. أستاذ صباح، كيف تقرأ التحالف الانتخابي أو التكتل البرلماني بعد الانتخابات بين رئيس الوزراء حيدر العبادي وبين قيادات ميليشيات الحشد الذي ترعاه إيران من خلال قاسم سليماني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حقيقة شخصيا لا أعول ولا أنتبه ولا أراقب الانتخابات هذه التمثيلية المهزلة في العراق يعني. ولكن كمراقب أشرح لك التالي. أولا، هو هنالك اتفاق ضمني بين الإيرانيين والأمريكان على كيفية حكم العراق منذ 2003 ولحد الآن. وطالما وضع العراق هو يرتبط بالوضع الإقليمي، يعني شئنا ما بينه، يعني قصدي سوريا ولبنان واليمن ومنطقة الخليج العربي وغير ذلك، والنفوذ والصراع على النفوذ في الإقليم بين قوى رئيسية هي إسرائيل وإيران وتركيا والمحور العربي، وفوق كل ذلك هو الصراع الروسي الأمريكي الصيني الفرنسي وغير ذلك. نرجع للعراق التحالي، وبالتالي هنالك اتفاق ضمني يعني كما أرى حاليا، يعني الظاهر ترامب يعني بعد ما قرر شو يسوي، يعني ينفخ لنا بالونات بس يعني ليس هنالك يعني جعجعة بدون تحقيق كما يقال. الانتخابات القادمة هي مفروضة، يعني قصدي يعني فرض لازم تسوي لكي تعزز بأن هنالك ديمقراطية بين قوسين موجودة بالعراق. وهذه الانتخابات تحتاج إلى أدوات، تحتاج إلى لاعبين، تحتاج إلى كومبارس لإدارة هذه العملية المسخ، العملية ما يسمى اللا ديمقراطية وجهة نظري يعني. وبالتالي يبقى الحال على حاله، هو يجب أن تكون هيمنة لما يسمى بالتحالف الوطني بين قوسين الشيعي الصفوي. يعني إيران يجب أن تكون هيمنة، يعني رئاسة الوزراء يجب أن لا تخرج من الحضن الإيراني. فماذا يفعلون في هذه الحالة؟ ضرورة تشتيت أصوات الناخبين. كيف؟ بإجراء تحالفات متعددة، يعني المجلس الأعلى يقسموا بالنص، حزب الدعوة يقسموا بالنص، يطبروا بالنص، والفضيلة وغير ذلك، ثم يدون يعني رعاية يعني شفل مرة أخرى، إعادة يعني تدبير هذه الوجوه الكالحة بتحالفات ومجاميع تدخل البرلمان. جزأوا الفوتنج، جزأوا أصوات الناخبين، فكل واحد يأخذ فتحفن من الأصوات ثم يجتمعون سوية بعد الانتخابات ويشكلون التحالف اللي هو أكبر أصوات عنده ويأخذون رئاسة الوزراء. ها هي كل ما هنالك، يعني لا أكثر ولا أقل. فالشيء الوحيد اللي ممكن أن ظاهرة غريبة هو التحالف الصدري مع الحزب الشيوعي. نعم أستاذ صباح، يعني الحديث سابقا كان يدور حول تحالف المالكي وقادة الحشد في قائمة انتخابية واحدة، لكن الشعور الإيراني بتزايد أهمية العبادي الشعبية دفع طهران لتشجيع أصدقائها في العراق على الاقتراب من العبادي وفقا لسياسة عراقي مطلع على الكواليس، كواليس المفاوضات. طبعا هذا بحسب ما نقلته صحيفة العرب اللندنية. أين ترى موقع نوري المالكي في الانتخابات القادمة؟ أول شوف، يعني العبادي مقبولية من الأمريكان والإيرانيين، الإيرانيين ما عندهم مانع يعني يصير في عبادي، لكن ضمن الخطة. الأمريكان سوقوا للعبادي وسووه يعني سوبرمان، وبالتالي هو يعني يخدم مصالح الأطراف، أطراف متعددة، حتى عربيا مقبول، تركيا مقبول، كرديا مقبول. هذا هو يعني دور العبادي. العبادي الراكدة يعني شق قوي، يعني قصدي يعني حليف قوي، والحليف القوي هو الحشد، ما يسمى بالحشد الشعبي، لكنها ورطة. الحشد الشعبي قال، هو حتى قال لا يمكن أن تأتي بالحشد الشعبي ندخل بالانتخابات، لكن ها هم دخلوا غصبا عنهم. يعني الفتح الانتخابي مع الهادي العامري سيف الفزعلي وغيره، هاي دخلوا، وقسم من هؤلاء دخلوا معه من أجل أن يكون المجموعة مالته، التحالف مالته يكون قوي حتى يضمن الانتخابات، أو على الأقل يضمن أكبر قدر ممكن الأصوات. أما بالنسبة للنور المالكي فورقته محروقة، لكن يجب لكي يبقى على المشهد السياسي ويكون يعني في السنة خاطرة كما يقال من آخرين، لابد أن يدخل للانتخابات ويحوز على بعض الأصوات دولة القانون
ويكون يعني عامل رقم صعب بالبرلمان ما يسمى البرلمان العراقي القادم. لكن الامر محسوب بحيدر العبادي، وكلهم تحت العباءة الايرانية على فكرة. هذا اللي اتوقعه يعني. نعم. استاذ امير المفرجي، يعني النائب خلف عبد الصمد رئيس كتلة الدعوة النيابية قال بانه ليس من مصلحة العبادي ولا من مصلحة الحزب خروجه، حتى لو كانت الخلافات عميقة بينه وبين المالكي، وأشار إلى أن كل من خرج من الحزب وأسس تكتلا خسر كثيرا، ويعني ضرب مثلا لإبراهيم الجعفري. يبدو أن هناك بالفعل تخوف من تفكك حزب الدعوة، ما هو رأيك؟ مساء الخير. مساء النور. طبعا شيء طبيعي، هناك ازمه في داخل حزب الدعوه، هذه الازمه هي يعني كناتج طبيعي لما حدث في العراق من مشاكل سبايكر، مشاكل الفساد، مشاكل يعني ما عمله نور المالكي عندما كان رئيس للوزراء في العراق. اذا ورقه المالكي قد اسقطتها الاحداث العراقيه، والمالكي أصبح منذ مدة في خبر كان. فيما يخص السيد حيدر العبادي، حيدر العبادي هو الشخصية الوحيدة التي قدمت لخلافة السيد المالكي، وشخصية العبادي يعني قدمت وطورت من قبل الغرب وخصوصا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لي يعني وضع شيء من التبديل في شكل المشهد العراقي خارجيا، يعني على القشر وليس في الداخل. انا في نظري انه هناك في يعني المدى القريب سنلاحظ هناك ازمه تفكك اهم حزب طائفي في العراق، الا وهو حزب الدعوه الذي تسيره ايران. بالاضافه الى ذلك، التطورات الاخيره التي حدثت في ايران سوف تلقي بظلالها على الشارع العراقي. الان التوجه العام في المشهد السياسي العراقي قد ذهب بعيدا الى ايران، ولا اظن ان ايران التي كانت موجوده قبل الاحتجاجات هي نفس ايران الموجوده الان بعد الاحتجاجات. ما نلاحظه من الموقف الاوروبي والموقف الامريكي من ايران هو حقيقه، وليست هناك اي صله على اساس ان امريكا هي مع ايران في السر. امريكا عندما دخلت الى العراق في 2003 استعملت النظام الإيراني، لأنه كان النظام الحاقد الأول للعراق والإيراني السياسي في الماضي. من هذا المنطق كان لإيران دورا عميقا في العراق، ولكن وكلنا نعلم، والعراق مثل العراق هو شاهد على ذلك، لأمريكا لا يوجد لها أصدقاء دائمين. لقد استعملت الأحزاب الطائفية الموجودة في العراق وكذلك إيران لتثبيت الوجود الأمريكي. الآن إيران هناك تغيرات أكيدة في داخل النظام الإيراني، الوضع الإيراني ركيك إلى درجة سوف يلقي بظلاله على حزب الدعوة الذي هو الحزب الأول الذي تسيره إيران منذ 2003 ولحد الآن. هذا رأيي الشخصي في شكل الانتخابات القادمة التي ستكون يعني مثال على سقوط الوجود الفارسي، ولو سيكون سقوط يعني بشكل ليس يعني مباشر، ولكن على شكل على مراحل وعلى شكل حلقات سوف يلاحظها الشارع العراقي ان شاء الله. نعم. استاذ امير المفرج، يعني كيف ترى مواقع الاحزاب والتيارات الاخرى كالتيار الصدري، المجلس الاعلى والفضيله في حال الدخول تحالف العبادي والميليشيات في الانتخابات القادمه؟ أكيد يعني يجب أن نعلم بأن الأحزاب السياسية العراقية الموجودة الآن، ومع الأسف هي ليست أحزاب ناضجة لها يعني عمل نضالي وعمل قديم، هي أحزاب نشأت وترعرعت في ظل المشهد السياسي الذي جاء بعد 2003. هذه الأحزاب ليست لها أي خبرة سياسية، هذه الأحزاب ليست لها أي تطلعات وطنية، إنما هي أحزاب على شكل مجاميع يعني يترأسها بعض السياسيين الجدد الذين يتطلعون إلى يعني النهوض والوصول إلى مرحلة من الحكم. في العكس يعني هناك شخصيات لها شعبية كبيرة في العراق،
كانت يعني كانت هي شخصيات وطنيه او غير وطنيه، ولكن بوجود المشهد والمناخ الطائفي هناك شخصيات قد اثرت على الشارع العراقي كتيار الصدري. فالتيار الصدري انا في نظري سيكون له دور في الانتخابات القادمه، وبوجود بعض التيارات التي سبق يعني قلت لك بها انه تيارات يعني ليست عميقه في الفكر والثقافه، ولكن تتنظم داخل يعني بعد او خلف التيار الصدري مثلا كالحزب الشيوعي العراقي وبعض التيارات التي تدعي بالعلميه بالعلمانيه، ولكنها ليست سوى تيارات جاءت من قبل اشخاص يعني لم يكن لهم مكان مهم في السياسه العراقيه الحاضره، فتحاول ان تستغل يعني الوقف او الموقف للتيار الصدري وقوته في الشارع العراقي ليكون لها يعني اسم او مكان في مجلس النواب العراقي القادم. نعم. استاذ صباح الخزاعي، صحيفه الحياه اللندنيه ذكرت بان تحالفات القوى السياسيه في العراق مؤقته ويمكن ان تتفكك قبل الانتخابات. برايك ما هي العوامل التي يمكن ان تؤدي الى تفكك تحالف انتخابي كتحالف العبادي والميليشيات؟ لا شوف، هنالك ثوابت لا يمكن ان تتغير حسب ما مخطط له من قبل الامريكان ومن قبل الايرانيين. هنالك كتله بالنهايه راح تنزل نفس الوجوه الكالحه. بالنهايه راح يكون تحالف يمثل ما يسمى بالشيعه، وتحالف اخر يمثل ما يسمى السنه، وتحالف يمثل الاكراد، نقطه راس السطر. اما هسه حاليا التحالفات هي تدور حول هذه الارتكازات الثلاثه. تحالف شيعي، تحالف سني، وتحالف يعني كردي. لكن هنالك مصالح شراء وبيع بمن؟ مع الآخرين. يعني الأمريكان والإيرانيين يسمحون لهؤلاء أن يتصرفوا كما يشاؤوا وأن يتحركوا كما يشاؤوا، لكن اللعبة هي موجودة، هو أنكم تحركوا ضمن هذا الإطار، إطار التحالفات الثلاثة. فحتى لا تشوف انت تصير تغيرات، هذا ينتقل من هذا المكان الى هذا المكان او من هذا التحالف الى التحالف، انت عليك ان 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 تفكر بان هنالك ثلاثة تحالفات رئيسيه سوف تدخل الـ 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 الانتخابات القادمه. غير ذلك كلها تمثيليه، كلها صراع، كلها هو يعني صراع فيما بينهم لإرضائهم لكي يكون مشغولين في هذه العملية، ولكي لا يدخل أحد آخر. يعني أنا حسب ما وصلتني معلومات بأن الذين أعيدت وجوههم يعني إعادة تدبير هذه الوجوه الفاسدة الكالحة تقريبا 95% من عندهم. نعم. والذي يسمح له أن يدخل خارج اللعبة هي حوالي 5%، ويا ويل أن يتحرك هنا وهناك. يعني صدعوا رؤوسنا بالتيار المدني، اين هو التيار المدني؟ تصور انت الشيوعيين رائد جائد فهمي رئيسها يروح يدخل مع التيار الصدري، يعني التيار الصدري يعني ام تيار اسلامي، تيار ديني يعني هذا الحزب، يعني الحزب الشيوعي يعني ثبت بالدليل القاطع بانه من اتفه التنظيمات التي شقت على الحزب الشيوعي العريق الذي عرف سابقا احد. نعم. اضافه الى ذلك التيار يعني فاق الشيخ علي، وين التيار المدني مالتك انت؟ وش اسمه مثال الالوسي، اين التيار المدني؟ يعني حزب الامه حكمه واحد عائله بس هو يمكن زوجته والاخرين مع احتراماتي له. ولكن هذا هو واقع الحال، لا يسمح لك ان تنفذ الديمقراطيه، اذا ارادوا ان 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 يطبقوا الديمقراطيه بصوره صحيحه في العراق عليهم ان يكون خط الشروع واحد، وليس هنالك طائفي. وليس هنالك عرقيه، وان تكون الاحزاب مفتوحه، 240 التكتل، ما هذه المسجله يعني؟ يعني المواطن العراقي اللي هم حوالي 40% اميين ما يعرفون يقرون يكتبون، شلون يعرفون من هو الصالح ومن هو الطالح؟ نعم. لا يعرفون على الاطلاق، قلت لك في بدايه يعني المداخله مالتي، هذه وجبه يجب ان تطبخ وتؤكل،
نعم. وجبة الانتخابات، يجب أن تتم هذه الانتخابات وتكتب أنه سوينا انتخابات حتى تخلص من هذه المشكلة أو تخلص من هذه التوليفة أو تخلص من هذا الالتزام، ثم تستمر الحياة إلى أن يقضي الله يعني أمرا كان مفعولا كما يقال. إلى أن يتحرك يعني شوف ترامب أو الدولة الأمريكية. احنا مشكلتنا بالعراق شنو؟ مشكلتنا بالعراق احنا هذا التمدد الطائفي. يعني ربما يكون العامل الامريكي في صالح تشكيل كتله وفي صالح تفكك كتله. اي ممكن، لكن الاجواء التي اراها حاليا نعم اشوف اجواء نمطيه، اجواء استمراريه، استمرار لمرحله اخرى يعني لان لم يحدث نعم على نفس الوجوه يعني كما أشرت أستاذ أمير. يعني إجبار النازحين على العودة إلى مناطقهم رغم أنها مدمرة، من الممكن أن يتم تهديدهم بورقة التعويضات وإعادة الإعمار في حال عدم مشاركتهم في الانتخابات القادمة؟ في طبيعي الوضع الحالي لأهلنا في الموصل وفي الرمادي والمنطقة الغربية ووضع غير طبيعي، يعني لا يسمح في ان يكونوا يعني في وضع يستطيع من خلال الانسان العراقي في هذه المناطق ان يصوت بحريه وبشفافيه. هناك الكثير من المشاكل، هناك الكثير من الاحزاب السنيه التي سوف تستغل هذه الفرصه من اجل يعني الوصول الى 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 يعني مراحل متقدمه في الانتخابات عن طريق هؤلاء المظلومين في الموصل وفي المناطق الغربية. ولكن يجب أن لا أنسى يعني أن نعلق على شيء مهم قلته سيدي عندما سألت الأخ الضيف، هو أنه الوجود الأمريكي سيكون أثقل من الماضي في العراق في الانتخابات القادمة، لأن هناك يعني أخبار تقول بأن الولايات المتحدة يعني ستضع ثقلها على الانتخابات القادمة لأجل يعني دفع إيران إلى خارج المشهد السياسي العراقي. أنا في نظري وحسب ما يقوله الكثير من القضاة حتى العراقيين بأن أمريكا ستكون في المشهد الانتخابي العراقي القادم لصالح كتلة معينة ضد الكتلة التي ستكون يعني مدفوعة من قبل نظام قوم وطهران في العراق. نعم. أرجع على سؤالك يعني المهم على قضية الأخوة أهلنا النازحين في الموصل. يعني صراحة الانتخابات الموجودة التي ستكون في العراق ليست ستكون في صالح هؤلاء، لأنهم سيكونوا يعني تحت رحمة الأحزاب التي تسير المناطق، ومن ثم تحت رحمة المعادلة السياسية التي تريد من أن هؤلاء أن يكونوا يعني كفش الفداء لأجل ساسة ليس لهم يعني شعرة واحدة من الغيرة. نعم أستاذ صباح، في سياق التصريحات رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قال بأن البرلمان سيطعن بالانتخابات إذا لم تتوفر الأرضية اللازمة لإجرائها. ما الفائدة من إجراء انتخابات وهناك نحو 3 ملايين نازح ومن ثم الطعن فيها؟ ومن أين لرئيس البرلمان أصوات كافية للطعن بهذه الانتخابات القادمة؟ هو هذا الدجل بعينه، هو هذا التدليس بعينه، سليم الجبوري والباقي ناس، مع احتراماتي للعراقيين اللي يسمعوني، هؤلاء ناس دجالين، ناس مدلسين، ناس كذابين، ناس خونة وعملاء، لأنه يكذب على الناس ويقول سوف أشكك وسوف يعني أشتكي على الانتخابات إذا لم. هذا أنت لماذا تشارك في الانتخابات؟ لماذا لا تصر بأن الانتخابات يجب أن لا تتم؟ كيف تستوي انتخابات ديمقراطية بين قوسين ونصف أهلنا، 3 ملايين من أهلنا مهجرين ب6 مدن، كيف يفترض أن لا تتم هذه الانتخابات؟ يفترض أن عندما يقولون انتصرنا على داعش أن تكون الهمة قوية من أجل إعادة الإعمار وإعادة النازحين إلى مناطقهم، لكن هذا دليل واحد ثابت على أن الاستهتار الأمريكي الإيراني لا زال مستمرا. هذا أنا كنت مراقب، أراقب ما الذي سيحدث بعد
يعني بعد داعش، ما الذي سيخلقون شيئا جديدا؟ لازم يطلعون لنا فلتيقه جديده انه احنا لازم نلتهي بها. شنو هي الفلتيقه طلعت؟ هي الانتخابات. زين عوده اللاجئين والاعمار لا يستطيعون لانهم فاسدون، لانهم لا يريدون ذلك. يعني مشروع ايران، مشروع الهلال ما يسمى بالشيعي او نقول خط الحرير الذي يمتد من طهران الى البحر المتوسط، يجب ان يستمر ويمر عن طريق الانبار. شلون يرجعوهم؟ والموصل شلون ترجع؟ مساومات. وبالتالي يعني هم يعرفون كل الزين انه ما عندهم فلوس. نعم. لان الخزينه فارغه. يعني يبيعون نفط وياكلون. ليش؟ لان انت عندك المتقاعدين بالملايين. نعم. والموظفين في الدوله، القوى الامن الداخلي والحج الشعبي والما يسمى والشرطه ما اخذت كل الفلوس، فما عندك انت فلوس توفرها حتى تبني. شو يعولون عليه؟ من يعولون عليه؟ يعولون على مؤتمر الكويت. نعم. للدول المانحه من اجل اعمار العراق، دوله نفطيه، ثالث مصدر بالشرق الاوسط. نطلب احنا نجدد من الدول من العالم؟ يعني كيف يستوي هذا؟ فهنا هو هنا الفساد. يعني هو هنا الاستهتار. يعني هذا سليم الجبوري، يعني هو لا يفرق بالنسبه لي انا. حزب الدعوه والحزب الاسلامي العراقي، سليم الجبوري ونور نعم. المالكي وجهان لعمله واحده. نعم. هذا يمثل الشق الطائفي الشيعي الصفوي بين قوسين، وهذا يمثل الشق الطائفي السني من الجهه الاخرى. نعم. وكلهم ايديهم بدماء العراقيين. والشيعة والسنة والإكراد والعراقيين عموما بريئون من هؤلاء الساسة الفاسدون في المنطقة الخضراء مع الأسف. نعم. أستاذ أمير بدقيقتين لو سمحت، تشكيل تحالف بين العبادي والميليشيات برأيك سوف يصب بمصلحة العبادي أكثر أم بمصلحة الميليشيات؟ دقيقتين بالضبط. سيد حيدر العبادي انا في نظري محتاج الى اصوات يعني الشيعة في العراق لاجل ان يكون يعني ينتخب في مرحله ثانيه، ولكن العبادي له يعني خط رسم له من قبل الولايات المتحده الامريكيه بانهاء المد الايراني والاذرع الايرانيه في العراق. انا في نظري الميليشيات الشيعيه التي انضمت الى الحج الشعبي ستكون مع من سيفوز في الانتخابات وسيكون مع السيد حيدر العبادي، ليس حبا في ايران، وسوف يترك ايران في ذلك الوقت لان ينضموا الى السيد حيدر العبادي من اجل ان يكونوا في النظام السياسي الجديد. اذا القضيه هي قضيه مصالح. السيد حيدر العبادي وبالجواب على سؤالك، هو ليس يعني محتاج الى الفكره الطائفيه للميليشيات، ولكن الى الاعداد التي سوف تصوت على اساس ان الحج الشعبي قد ساعد في تحرير العراق من قبل يعني من جرائم داعش التي اعطته له بعض الثقل المعنوي في الشارع العراقي. انا في نظري السيد حيدر العبادي له برنامج الى فراز يعني، وهذا من المؤمل ان يكون في المقدمه، في ان يعني يقطع اذرع ايران وبوجود امريكي، لان الولايات المتحده قد صممت على انهاء التواجد الايراني في العراق يعني، وما نلاحظه من مشاكل الان وقتل من ثلاث اشهر في سبيل ان يعني يخطو القرار الاخير في قضيه البلف النووي. نعم. وانا في نظري انه المظاهرات الايرانيه والاحداث التي ظهرت سوف يعني تلقي بظلالها على العراق اكيد يعني. نعم أكيد. استاذ امير المفرجي ارجو البقاء معنا لمناقشه المحور الثاني، وأشكر شكرا جزيلا الأستاذ صباح الخزاعي الأكاديمي والسياسي العراقي من لندن. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود لكم. فرضت سلطة الطيران الدولي غرامة مالية بلغت نصف مليون دولار بحق إدارة مطار بغداد، وأرسلت الهيئة الدولية إنذارا شديد اللهجة
مهددة العراق بمنعه من استخدام حقه في الملاحة الجوية العالمية. السبب في أو الأسباب في تفاصيل التقرير التالي. رشاشات PKC على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية، هذا ما كشفت عنه مصادر صحافية نقلا عن مسؤولين في وزارة النقل في آخر تطور لخروقات هيئة الطيران المدني ضمن مسلسل الفساد الإداري في هذه المؤسسة. المصادر ذاتها أوضحت أن إدارة مطار بغداد الدولي سمحت لحمايات نائب برلماني بحمل السلاح في إحدى الطائرات في خرق استثنائي لقوانين سلامة الطيران الدولية. الانتهاك الأخير قابله إجراء من هيئة الطيران الدولي قضى بفرض غرامة مالية بقيمة نصف مليون دولار على إدارة مطار بغداد وحرمان أحد الطيارين من العمل مدى الحياة بسبب سماحه لحماية النائب بحمل السلاح على متن الطائرة. سلطة الطيران الدولية أندرت بشدة إدارة مطار بغداد ووزارة النقل وهددت بمنع العراق من استخدام حقه في الملاحة الجوية. الإدارة الفاشلة لوزارة النقل برئاسة الوزير كاظم فنجان الحمامي جعلت العراق خارج الدول الموثوق بها فيما يتعلق بقواعد الملاحة الجوية، هكذا يقول خبراء في مجال الطيران. لكن ما حدث أخيرا في مطار بغداد لم يعد مستغربا، فالقائمون على الخطوط الجوية ارتكبوا مخالفات موثقة تخص معايير السلامة الدولية، مخالفات دفعت الاتحاد الأوروبي إلى منع الطائرات العراقية من التحليق في أجوائه، تبدأ بإهمال الاتصالات أثناء الرحلات والانحراف عن خط سير الطائرات والتدخين في قمرة القيادة، ولا تنتهي بممارسة طقوس كهذه. دول كالنمسا وبريطانيا والسويد قد منعت الطائرات العراقية من الهبوط في مطاراتها منذ عام 2014 بسبب النقص الكبير في وثائق الطائرات وأجهزتها الفنية، وطالبت هذه الدول وزارة النقل بتدارك التخبط الفني والإداري بأسرع وقت ممكن، لكن شيئا من هذا لم يحدث حتى الآن. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا الأستاذ أمير المفرجي السياسي العراقي من باريس والشيخ عبد القادر النايل الناشط السياسي من عمان، فمرحبا بكما معنا. شيخ عبد القادر، يعني حمل سلاح من نوع PKC مع حماية أحد النواب في البرلمان في إحدى رحلات الطيران العراقي، إلى ماذا يشير برأيك؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام وبضيفك العزيز. من المؤكد تماما يشير هذه القضيه الى فشل ذريع للنقل، وبالتالي نحن قلناها سابقا ونؤكدها اليوم انه لا وجود لنقل في العراق، ما تسمى وزاره النقل او سلطه الطيران المدني هذه مفقوده من العراق، لانه العراق لا يمتلك سياده كامله، وبالتالي اصبح طيرانه المدني معلوم تماما للعالم وللعراقيين، أنه استخدم أيضا بنقل بضائع وتهريب عتاد وأسلحة عن طريق إيران وعن طريق الأجواء العراقية لصالح النظام السوري، هذه القضية معلومة. فاليوم عندما يتم استخدام السلطة التي هي تتحكم بهذه الإدارة وتتحكم بوزارة النقل كنواب وكوزراء من استخدام حمل السلاح في الطيران المدني، وهؤلاء طبعا المسافرون في هذا كذا طائرات يخضعون لتفتيش معلوم تماما، وبالتالي لا يسمح لهم بحمل حتى أي أدنى شيء لأمتعتهم داخل الطائرة. وبالتالي إذا كان هذا المسؤول الذي هو مشرف على هذه القضية وعلى هذا الناس يخاف من أبناء شعبه أو من الشعب العراقي وهو لا يأمن، فإذا لماذا يقول هو أنه يكون مسؤول عليهم؟ فبالتالي عملية النقل في العراق لا وجود لها من حيث المعايير الحقيقية، وبالتالي تم استخدام المصالح العامة التي هي تمس سمعة العراقيين وبالتالي خدمتهم استخدامها لصالح هؤلاء الأطراف السياسية، ومن هنا تأتي عملية تغريم المطار أو إدارة النقل في العراق على حساب طبعا أيضا المال العراقي، تأتي متوافقة لما يتم استخدام الطيران المدني لأغراض عسكرية ولأغراض تواجد سلاح متوسط وهناك أسلحة ثقيلة تدخل الطائرات،
وهذا لو كان هناك إدارة حقيقية للنقل في العراق أو سياسة حقيقية لغرمت أو رفعت دعوة قضائية على أولئك المسؤولين الذين أدخلوا أسلحتهم إلى الطائرة. نعم. ليتحملوا أولا الضرر المعنوي ثم يتحملوا المبلغ المالي الذي فرض على الطيران العراقي. نعم أستاذ أمير المفرجي، هذا الخرق يعني ليس الأول ولا الأخير كما يبدو، الخروقات عديدة. يعني على سبيل المثال في العام الماضي نائب في البرلمان كشف عن عمليات تهريب أسلحة وأدوية فاسدة ومخدرات تتم داخل مطار بغداد الدولي، وكذلك تأخير أغلب الرحلات على الخطوط الجوية العراقية بسبب أن المسؤول قد تأخر أو الوزير أو البرلماني، وحادثة ابن هادي العامري قبل سنوات عندما تأخر عن الطائرة وأقلعت الطائرة، أجبرت الطائرة اللبنانية على الرجوع إلى مطار بيروت لأخذ ابن هادي العامري عندما كان وزيرا للنقل. هذه الخروقات المتكررة وهذا الفساد الموجود في داخل مطار بغداد، من يتحمل المسؤولية المباشرة عنه؟ شيء طبيعي ما تفضل به عن الحادثة التي عرفها العراقيون قبل مدة، عندما كان السيد هادي العامري وزيرا للنقل، يعني كانت مثال واضح لفشل الدولة العراقية وغياب سيادة الدولة على مؤسساتها يعني الحساسة في العراق. تدخل الأحزاب المنافذة، تدخل الميليشيات في عمل المؤسسات العراقية وخصوصا وزارة النقل، وعمل يعني المؤسسات الأمنية في كيفية خروج المسافرين وكيفية دخول المسافرين وكيفية الصعود إلى الطائرة ويعني التفتيش، يثبت على أنه ليس هناك عمل سيادي للدولة العراقية. ولكن ما نلاحظه هو وجود يعني سيادة للميليشيات أو سيادة بين قوسين للشخصيات النافذة التي لها القدرة في أن تمر فوق الأمر المؤسسات للدولة العراقية، فوق الأمر يعني الذي يكون هو من صالح وزير النقل. أنا في رأيي أنه السيد كاظم فجان الحمامي الذي أعرفه قليلا ليس له القدرة في أن يقول لأحد النواب أنه لا تدخل الطائرة وأنت يعني مسلح، لأن الوضع العراقي لا يسمح بذلك. نعم. من هذا المنطق يعني الدولة العراقية فشلت في العمل الداخلي، وهذا يعني يظهر بوضوح على شيء يعني على موقفها وشكلها يعني السياسي في دول العالم. دول العالم لا تقبل في أن يدخل يعني شخص مسلح داخل طائرة ويدخل في مطاراتها. إذن هذه يعني هذا الفشل في عمل الدولة العراقية قد ألقي بظلاله على مستوى يعني الدولة العراقية في المحافل الدولية وفي المطارات العالمية. نعم شيخ عبد القادر، في حالة يعني فرض سلطة الطيران الدولي بمنع استخدام الطيران العراقي من حقه في الملاحة الجوية، برأيك ما هي التداعيات على الطيران العراقي وعلى المواطن العراقي المسافر؟ من المؤكد تماما أنه هذه التداعيات ستكون كارثية، لأنه العراق ليس له متنفس حقيقي في عملية النقل، فهو يعيش حالة من الفوضى الكبيرة، وبالتالي هناك بسبب الأزمات والحروب هناك عمليات سفر خارج العراق كثيرا للمواطنين، وبالتالي عملية عدم أن يكون العراق أو مطاراته ضمن الملاحة الجوية سيكون له تداعيات كثيرة، فضلا على أنه طبقة كثيرة من العاملين العراقيين في مجال الملاحة الجوية سواء من الطيارين أو المطارات سيتضررون، لأنه هذه القضية تعتمد على إيرادات هذه المطارات لتسديد رواتبهم، ومن هذا حقيقة تكون تداعياتها كثيرة تماما. إذا ما أخذنا من نظر الاعتبار أنه هناك حقيقة بدائل لهؤلاء السياسيين بعمليات السفر خارج العراق، وبالتالي سيتضرر فقط المواطن، لكن من المعلوم تماما لأبسط المواطنين يعلم لماذا الإجراءات السلامة في المطارات بمنع حتى الآلات الحادة البسيطة وحتى بعض الأدوية البخاخات تمنع
للمريض ان تصعد ان تكون بالطائره معه، هذا يؤكد على ان هناك حرص حتى على المواطنين الذين يتحملون هذه القضيه من اجل البقاء ضمن القوانين الدوليه. لكن نعم. المسؤول العراقي الحالي في هذه العمليه السياسيه حقيقه من المسلمات الامور يعلم بخطوره هذه القضيه لكنه غير عاده، المهم انه يهتم بنفسه فقط، وبالتالي ليس مكترث لان تتضرر الملاحه الجويه العراقيه وان يوقف الطيران العراقي وبالتالي يتضرر المواطن العراقي من هذه القضيه. نعم، استاذ امير المفرجي، يعني الفشل في اداره وزاره النقل، يعني منذ العام 2003 تولى هذه الوزاره اناس ليس لهم اي علاقه بوزارة النقل، بيان جبر صولاغ، هادي العامري، والآن الحمامي، كل هؤلاء ليس لهم علاقة مباشرة، يعني ربما الوزير الحالي هو كابتن بحار، ولكن يعني تصريحاته تدل على أنه غير قادر على إدارة هذه الوزارة الحيوية التي يعني دائما ما تفرض عليها عقوبات. على سبيل المثال الآن العراق أو الطيران العراقي محروم من الطيران أو الهبوط في أغلب المطارات الأوروبية. ألا تعي الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال بأنها تضع أناس في وزارات مهمة يعني تحرم العراق من إيرادات هي في الأول وفي الأخير سوف تكون بفائدة خزينة الدولة؟ شيء طبيعي عندما يعني يوضع وزير في مؤسسه حكوميه او في وزاره، يعني هذا الوزير لم ياتي به اعتبارا، هناك قوى يعني خلف هذا الوزير هي التي جاءت بهذا الوزير. وفي العراق وكما تعلمون بانك عندما تريد ان تكون وزيرا يجب ان تدفع كميه من المال، ولاحظنا هذا يعني في الاوقات السابقه عندما كان الوزراء يدفعون المال للفوز بحقائب وزاريه مهمه قد تجلب لهم الاموال ضعف او اضعاف ما كانوا قد دفعوها من اجل هذا المنصب. انا في نظري يعني بالنسبه الى وزاره النقل هي وزاره حساسه، يعني لها كثير من الادوار المهمه في يعني في النقل وفي نقل الاشياء وفي الخروج وفي الامن. اذا هناك يعني قوى في العراق تسيطر على هذه الوزاره، والوزير يعني في نظري لا يستطيع ان يكون فوق هذه الاحزاب. عندما كان السيد هادي العامري وزيرا للنقل كان هناك يعني نوع من الوضوح بوجود هذه القوى التي تريد تسيطر على هذه الوزاره. اذا لاحظ يعني اعطيكم مثال ما يحدث في لبنان، يجب ان نعلم بان حزب الله هو المسيطر على مطار بيروت، هو الذي يعرف عن اسرار المطار من يدخل ومن يخرج. اذا هناك نيه يعني في ان يكون هناك يعني نوع من وضع اليد على المطارات من قبل الاحزاب النافذه لها يعني شان في المشهد السياسي العراقي الذي جاءت به يعني الولايات المتحده ثم ايران في العراق. اذا يجب ان ناخذ يعني هذه النقطه بعين الاعتبار، لان وزاره النقل هي يعني وزاره حساسه. في المقابل القضايا الامنيه والقضايا البروتوكوليه المهمه لا يعين لها اي اعتبار لانها ليس من اختصاصاتهم وليس من ثقافتهم. نعم. شيخ عبد القادر، يعني نفس التساؤل بصيغه ثانيه، يعني يبدو بان الحكومات المتعاقبه تريد افشال هذا او هذه الوزاره الحساسه كما اشار الاستاذ امير المفرجي. من المعلوم تماما هؤلاء الذين ياتون الى السلطه في العراق لا يمكن لنا ان نتوقع كعراقيين انهم يريدون بناء العراق. نعم. وبالتالي من المعلوم تماما هؤلاء ساهموا بتراجع جميع الوزارات وجميع الأمور التي من شأنها أن يرتفع فيها البلد أو أن تحسب لهم إنجازات حتى على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي والتاريخي، فهم غير آبهين أن يكتب أن فلانا قاد وزارة ففشل فيها. نعم. هم مجرد أنهم كانوا يعيشون في زوايا مظلمة وبالتالي توفرت لهم إمكانية السلطة لجمع المال، لذلك تراهم يدينون بالولاء للخارج على حساب المواطن العراقي، وبالتالي يريدون
الثراء والاستمرار بعملية سلب كل مقدرات الشعب العراقي، فهم فاشلون إلى النخاع، وإلا كيف يمكن لحكومة ولعملية سياسية ولنواب أن يبقى وزير النقل فنجان عندما صرح أن كان في العصر الحجري أو في العصر السومري كان العراق لديه طائرات؟ إذن هناك حقيقة المفروض كان أن يحجر على عقله، لكن هؤلاء هم متعمدون في عملية إنهاء، وليس قضية أنهم ليسوا أكفاء، هم يريدون إنهاء كل المستوى النقل في العراق. لذلك تجد أن هناك فوضى عارمة في السلطة، في سلطة النقل داخل العراق، لا يوجد هناك نقل مرتب، وبالتالي على ليس فقط على مستوى المطارات، أما على مستوى سيارات الأجرة والباصات وعمليات النقل وخصخصة الطيران، مثلا يعني شركة فلاي بغداد التابعة لعمار الحكيم، وهذا ما يدفع إلى أنه يريدون سلب كل الأمور العامة للمواطنين من أجل خصخصتها لصالحهم، وإلا ما الذي يجعلهم حقيقة يفشلون عملية القطار السريع الذي كان في الستينات هو موجود ينقل المواطنين من البصرة إلى بغداد ومن بغداد إلى المناطق الحدودية في الأنبار؟ هذه كله حقيقة حتى ينعش هؤلاء السياسيون عمليات الشركات الخاصة في النقل، سواء كانت الطيران الداخلي أو السيارات الداخلية أو الطيران الخارجي، من أجل أن يزدادوا ثراء على حساب الأمور العامة وحساب الشعب العراقي. نعم، الشيخ عبد القادر النايل الناشط السياسي من عمان، والأستاذ أمير المفرجي السياسي العراقي من باريس، شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.